لا تزال قوات الأمن اللبنانية تواصل جهودها من أجل فتح الطرقات، فيما يواصل المحتجون عصيانهم المدني لدعم الاحتجاجات المناهضة للحكومة على مستوى البلاد. هذا ونظم المحتجون تظاهرة حاشدة أمام مصرف لبنان في شارع الحمراء وسط بيروت للمطالبة باسترداد الأموال المنهوبة على حد تعبيرها. معنا الآن من بيروت مراسلنا سلمان العنداري. سلمان، مساء الخير. آخر التطورات فيما يتعلق سواء بالمشهد الميداني وأيضا التطورات السياسية المتعلقة بالاستشارات ومسألة مسار تشكيل الحكومة؟ نعم مهند، يعني الليلة 15 هنا في لبنان الاحتجاجات متواصلة في كل المناطق اللبنانية، وإن كانت بزخم أقل في بيروت. بيروت لم تعد النقطة المركزية للتجمع، بل طرابلس خطفت كل الأضواء في هذا الأسبوع. هناك عشرات الألاف بل أكثر من 80,000 شخص اليوم يتظاهرون في عاصمة الشمال طرابلس رفضا لهذه المماطلة كما أسموها، فيما يتعلق بتأخير إعلان الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس وزراء جديد في تشكيل الحكومة اللبنانية المرتقبة. أيضا في الشمال العبدي الآن هناك تظاهرات بعشرات الألاف في البقاع اللبناني والجنوب ومناطق الجبل. هنا في بيروت 4,000 في ساحة الشهداء ورياض الصلح يرددون الشعارات نفسها، يريدون حكومة إنقاذ بأسرع وقت ممكن، ويرفضون ما أسموه المماطلة فيما يتعلق بالاستشارات النيابية الملزمة. أيضا هناك مجموعة كبيرة جدا من المتظاهرين في كل المناطق اللبنانية، يعني تتظاهر إلى جانب الطرقات أو بجانب الطرقات بعد أن كانت قد قطعتها يوم أمس وصباح هذا اليوم وأعادت فتحها القوى الأمنية اللبنانية. في الموضوع السياسي مهند، هناك اتصالات جارية على أكثر من مستوى. الرئيس المستقيل سعد الحريري يعني يقوم بمجموعة من الاتصالات، يجتمع بعدد كبير من السياسيين أبرزهم وزير المالية وأيضا وزير رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي، ويحاول أيضا الحصول على مجموعة من المعلومات أو جوجلة بعض الأفكار قبل أن يوافق أو لا يوافق على تسميته أو تكليفه مجددا. معلومات قصر بعبدة بعد نصف ساعة من الآن سيتحدث رئيس الجمهورية لمناسبة مرور 3 سنوات على انتخابه رئيسا للجمهورية. حسب المعلومات أيضا عون أجرى اتصالات فيما يتعلق بالاستشارات النيابية الملزمة، ولكن لن يعلن اليوم موعد بدء هذه الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية أو تكليف رئيس وزراء مكلف تشكيل حكومة من جديد. وهذا الأمر يعني يعتبره المتظاهرون بأنه مماطلة، ويتخوفون من أن يكون هناك وقت ضائع في الأيام القليلة المقبلة حتى تضيع مطالب الحراك، خصوصا وأن أمين عام حزب الله حسن نصر الله سيتحدث يوم غد، وبالتالي يبدو كأن هناك رزنامة سياسية لتضييع الوقت وتضييع البوصلة حسب ما يقول المتظاهرون هنا. أيضا كان هناك بيان اليوم للكتلة البرلمانية لحزب الله في البرلمان اللبناني تتحدث عن أنه استقالة السيد الحريري ستسهم في إضاعة الوقت المتاح لتنفيذ الإصلاحات. هل هناك أجواء معينة سلمان فيما يتعلق بهذا الفريق وإمكانية أن يدعم أو لا يدعم إعادة تكليف السيد الحريري برئاسة حكومة جديدة في لبنان؟ هل هناك أي أجواء واضحة من هذا الفريق؟ يعني الأجواء السياسية توحي وكأن كل الأفرقاء السياسيين يتجهون إلى إعادة تسمية سعد الحريري من جديد رئيسا مكلفا بتشكيل الحكومة، ولكن بشروط. مصادر قصر بعبدة صباحا كانت قد تحدثت بأن عودة الحريري مرحب فيها ولكن بغير الشروط التعجيزية، بينما سعد الحريري شروطه واضحة، يقول بأنه يريد تشكيل حكومة في حال تمت تسميته، ولكن شرط ألا تكون أي من وجوه الطبقة السياسية الحالية كوزير الخارجية جبران باسيل والوزراء الآخرين داخل هذه التشكيلة الجديدة. هو يريد حكومة تكنوقراط. هناك أيضا معلومات عن شخصية نسائية ربما تكون قريبة من تيار المستقبل قد تتولى رئاسة الوزراء في هذه المرحلة في حال تمت تسميتها من قبل كل الكتل النيابية، ولكن حتى الساعة اسم سعد الحريري مطروح بقوة من قبل كل القوى السياسية، ولكن هناك شروط ربما نعرف هذه الشروط أكثر أو تتوضح الصورة مع كلمة أمين عام حزب الله حسن نصر الله يوم غد، ومع مؤشراتها اليوم مع كلمة رئيس الجمهورية ميشيل عون بعد أقل من نصف ساعة. سلمان، من هي الشخصية النسائية التي أشرت إليها المقربة من تيار المستقبل؟
نحن نتحدث عن وزيرة الداخلية ريال حسن. نعم. هي شخصية مقبولة من المجتمع المدني اللبناني. نعم. وأيضا مقبولة من قبل الطبقة السياسية أو القوى الموجودة داخل هذه الحكومة. أيضا هناك بعض المعلومات تحدثت عن شقيقة رئيس الوزراء الأسبق الراحل رفيق الحريري، بهية الحريري، قد تكون أيضا من الشخصيات المرشحة لتولي رئاسة الوزراء في المرحلة الانتقالية، بشرط أن تكون هذه الحكومة حكومة إنقاذ مؤلفة من تكنوقراط وأخصائيين. ولكن على ما يبدو بأن هناك طروحات بأن تكون حكومة مطعمة بين سياسيين من الأحزاب وأيضا من التكنوقراط، وهذا الأمر لا يقبل به سعد الحريري على الأقل حتى الساعة، بينما الطرف الآخر يصر على أن تكون هناك وجوه من هذه الأحزاب ومن هذه القوى السياسية. شكرا لك سلمان، طبعا سنتابع معك كلمة الرئيس عون المرتقبة هذا المساء. شكرا جزيلا سلمان العنداري مراسل سكاي نيوز عربية مباشرة من ساحة رياض الصلح في بيروت. الآن نبقى في بيروت ومعنا من هناك وزير الخارجية اللبناني السابق الدكتور طارق متري. معالي الوزير مساء الخير، مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار. ما زالت الأخبار والأجواء تتحدث عن يعني تكهنات فيما يتعلق بالخطوة السياسية التالية في لبنان. الآن هناك مشاورات من المفترض أن يجريها رئيس الجمهورية. إلى أين يتجه المسار السياسي برأيك دكتور متري حتى يكون أولا مرضيا بالنسبة للشارع وفي الوقت نفسه مرضيا إلى حد ما بالنسبة للأطراف السياسية؟ أعتقد أن يعني في سؤالك لب المسألة مضمرة. لب المسألة هو أن حركة الاعتراض الشعبي، الانتفاضة، الثورة كما يسميها الشباب الذي كان في الشارع وثابر على الاعتراض طيلة أسبوعين، هذه الحركة تطالب بحكومة من المستقلين الأكفاء المشهود لهم بالنزاهة، هذه المعايير الثلاثة. وتارة يحكى عن الحكومة هذه المرغوب بها بوصفها حكومة إنقاذ، وطورا يشار إليها بوصفها حكومة انتقالية. في الحالتين هذا هو الموضوع بنظر الناس، وليس الموضوع هو العودة يعني قواعد تأليف الحكومات اللبنانية التقليدية، حيث الفيتو والفيتو المضاد، حيث القوى السياسية تتمثل بنسب معروفة يختلف على بعض التفاصيل. أعتقد أن المشكلة تكمن هنا، ويبدو لي كشخص مهتم ومتابع أن السياسيين عموما أو أن جلهم إن لم يكن يتصرفون وكأنهم عادوا إلى العادات القديمة، فيما البلد تغير حقيقة في الأسبوعين الماضيين، وكأن بهم لا يأخذون بالاعتبار الكافي ما حصل في الشارع، وأن الناس لم تعد مستعدة لأن ترضى بأن تحكم السياسة نفس القواعد التي حكمتها في السنوات الماضية، وهي قواعد كما نسميها باللغة اللبنانية المحاصصة أو المحصة إذا شئنا أن نكون أفصح. أعتقد المشكلة ها هنا، والرئيس الحريري يحاول كما حاول في المرة الأولى ثم في المرة الثانية حين استقال أن يتجاوب قدر ما يستطيعه مع ما يطلبه الناس، لكنه يجد نفسه تحت ضغط القوى السياسية التي تتريث في تسميته رئيسا للحكومة قبل أن تأخذ منه تنازلا لجهة طبيعة الحكومة التي سيؤلفها. دكتور متري، أود أن يعني أسألك سؤال وأن أود أن تضع القبعة الأخرى التي من عدد من القبعات التي تمتلكها. أنت أيضا لديك خبرة كبيرة في عمليات الوساطة الدولية، عملت لفترة طويلة في هذا الملف مع الأمم المتحدة. لو طلب منك نصيحة كوسيط، أنت لبناني طبعا في نهاية المطاف، ولكن كوسيط، هل تؤيد فكرة يطرحها البعض وهي حكومة تكنو سياسية، يعني حكومة تكنوقراط ولكن تكون يعني لها طابع سياسي ما، حتى بعض الأطراف التي تتخوف
من غياب السياسة عن هذه الحكومة قد تلبى بعض الشروط لديها. هل يعني أنت مع اقتراح من هذا النوع؟ هو اقتراح من هذا النوع يقع في باب التسوية السياسية، وكل تسوية خير من اللا تسوية في اعتقادي، في بلد فيه انقسامات حادة مثل لبنان. إنما لأحد شروط نجاح أي تسوية في بلد تتخاقر فيه الأوضاع الاقتصادية باضطراد وبسرعة مذهلة، وفي بلد تتغير فيه يعني موازين القوى بسرعة مذهلة، شرط نجاح أي تسوية هو أن يقبل بها الناس. وهذا بطبيعة الحال يعني أمر لا يستطيع أحدنا الجزم به. يعني هل إذا ما تم التسوية من هذا النوع سوف يقبل بها قسم كبير من اللبنانيين ويعترض قسم آخر؟ لا أحد يستطيع التنبؤ بذلك. لكن ظني أو ربما ما أشعر به، يعني السياسة ليست كلها تحليلا عقليا، السياسة أيضا فيها مشاعر، ربما ما أشعر به هو أن الناس يطالبون بتغيير حقيقي، ولا بد من إعطائهم إشارة قوية أن هذا التغيير قد بدأ. قد لا يحصل الناس على كل ما يطالبون به. الناس في الشارع طالبوا بانتخابات مبكرة، طالبوا بمحاسبة الوزراء والنواب، طالبوا بإحالتهم إلى القضاء، عندهم لائحة من المطالبات طويلة قد يتعذر تحقيقها كلها. لكن لابد من إشارة قوية أن التغيير في هذا البلد أصبح ممكنا تلبية لإرادة الناس. وأول التغيير في اعتقادي هو أن يؤتى بحكومة جديرة بثقة الناس. إذا استطاع الرئيس الحريري بتسوية ما مع القوى السياسية أن يأتي بحكومة مختلطة بين تكنوقراطيين لهم علاقة بالقوى السياسية وآخرين مستقلين تماما، وظهروا بأنهم جديرون بالثقة، قد نكون قد تقدمنا خطوة. لكن لن نعرف من هو الجدير بالثقة قبل إعلان أسماء هؤلاء الناس. دكتور متري، يعني الآن نسمع بعض يعني خطاب سياسي لدى البعض، ما زال يعني الخطاب القديم، يعني هناك ما زال استخدام للأدوات القديمة في طرح هذا الخطاب، وللأسف يتوقعون نتائج مختلفة باستخدام نفس الخطاب. يعني هل هذا الخطاب ما زال ساري المفعول، ما زال صالحا للاستخدام برأيك؟ لكن أصبت تماما في تشخيص الواقع الذي نحن فيه. طيلة أسبوعين السياسيون اللبنانيون اختفوا ارتباكا، بعضهم يقول خوفا، انكفأوا حذرا، أيا كانت الأسباب التي دعتهم للانكفاء كانوا منكفئين. منذ أمس عادوا إلى شاشات التلفزة وإلى الصحافة المكتوبة وإلى وسائل الإعلام الأخرى، يتحدثون بنفس اللغة التي كانوا يتحدثون بها منذ أسبوعين. وكأن ما جرى في هذين الأسبوعين أمر عرضي وقد طويت صفحته. هذا الانطباع أي مشاهد عادي يسمع هؤلاء السياسيين يتحدثون يتولد عنده هذا الانطباع، كأن بهم يستخفون بالتحولات العميقة التي عرفها لبنان بالأسبوعين الأخيرين. يكفي أن تلتقي بهؤلاء الشباب وتتحدث إليهم، تستمع إليهم. نحن علينا أن نستمع إلى هؤلاء الشباب، لا أن نلقي المواعظ عليهم. إذا استمعت إلى هؤلاء الشباب تدرك أن التحولات الجارية في لبنان هي عميقة، أن اللبنانيين الشباب منهم هم أقل طائفية من آبائهم، أقل طائفية من السياسيين بكثير، وأنهم لم يعودوا مستعدين للقبول بحياة سياسية مبدأها الناظم هو التقاسم الطائفي. أخيرا دكتور متري، الوقت عامل ملح هنا،
ويعني لو نظرنا إلى آخر حكومة تم تشكيلها أخذت أديش تقريبا 7 أشهر 8 أشهر ربما 9 أشهر شيء من هذا القبيل. يعني هذا الترف صحيح. طرف الوقت غير صحيح. موجود في هذه المرحلة. ما رأيك متى يجب حسم هذه المسألة حتى على الأقل يكون الشارع مرتاح إلى حد ما بسرعة كبيرة؟ الآن الناس تتساءل لماذا تأخر، لا أعرف ماذا سيقول رئيس الجمهورية بعد قليل، لكن لماذا تأخر رئيس الجمهورية بإجراء الاستشارات النيابية؟ كان ممكنا أن يباشر باستشاراته النيابية فورا استقالة الحكومة. كما قلت الوقت ثمين، ليس الوقت، لا نملك طرف التمهل والتريث والتردد والرهان على أن المواقف ستتغير. الوقت لن يغير المواقف. أعتقد أن الشباب الذين كانوا في الشوارع سينفذوا صبرهم بعد قليل، إذا هذا ظني، لست متأكدا من هذا بطبيعة الحال، لكن لا أعتقد أنه بالإمكان اليوم أن تؤلف حكومة بالإيقاع القديم الذي يعرفه لبنان، أشهر وأخذ ورد وفيتو على هذا وفيتو على ذاك واختلاف على الحقائب الدسمة والأقل دسامة، لأنه هذا أيضا يعيدنا إلى ما يشكو منه اللبنانيين، أن اللبنانيون يشكون من أن توزيع الوزارات على القوى السياسية محكوم بالمصالح، بتقاسم المصالح. فإذا فعلت شيئا نفسه كأنك تقول للبنانيين لم يتغير شيء، عودوا إلى بيوتكم. شكرا جزيلا لك الدكتور طارق متري وزير الخارجية اللبناني السابق، كان معنا مباشرة من بيروت.